السلام عليكم حليباتي، نختار عليكم شوربه حمراء بالمحمصه رائعه جدا، اقتصاديه ولذيذه. قبل من ذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على الجرس الموجود اسفل الفيديو، ابوني سبسكرايب اشتراك ضروري، ما تضغطوا على الجرس الموجود بجانبي، ثم وضع علامه في المربع والضغط على حفظ. تاكدوا ان الجرس تغير واصبح بهذا الشكل. نحتاج في المكونات المحمصه او بركوكش كيف ما تيقولوا له الناس ديال الجهه الشرقيه. عندنا بصل مقطع مربعات، دريسات ديال الثوم، طماطم مقطع مربعات، قزبر ومعدنوس على نار نوضعوا طنجرة الضغط. نضيف لها القليل من زيت المائدة، نضيف البصل والثوم والقزبر والمعدنوس ونخليهم حتى يتشحروا بضع دقائق. ما تنضيفش الطماطم مع البصل لان كتمنع، لان كيف ما تنعرفوا الطماطم كتطلق الماء، ما كتخليش البصل يتقلى بشكل جيد، يعني تنشحروا البصيله هي الاولى مع التوابل، ثم تنضيف الطماطم في اخر المطاف. تنضيف الملح، فلفل اسود او الابزار، فلفل احمر او تحميره، كركم او الخرقوم عرق، زنجبيل او سكنجبير بودرة، تنقليو البصيلة ديالنا مع التوابل بشكل جيد حتى تسخف لينا، ثم تنضيفو الطماطم في هذه المرحلة حتى هي تنقليوها بضع دقائق. من بعد ذلك تنمرقوا، دائما البنات نمرقوا بالماء غليان لان داك الشوك ما بين السخونيه والبروده خايب بزاف، غيبسل الماكله. دائما الماء غليان هو اللي نمرقوا به. تنضيفوا الماء الكافي وتنخليوها على نار حتى كتبدا، من بعد ما كيتقلى لينا بطبيعه الحال البصل والطماطم، من بعد ما تبدا الماء غليان تنضيفوا الحبات ديال البركوكش او المحمصه ونضيفوهم بالتدريج، وردوا البال لانها كتنفخ وتزيد الحجم ديالها. نخليوها حتى كتنضج ونستمروا في التحريك، ضروري ما نحركوها باش ما تلصقش مع بعضياتها، ولا كانت النوعيه جيده راه ما كتلصقش. من بعد ما كتنضج لينا تنقدموها بالصحه والراحه، تجي رائعه صحيه ولذيذه. وبطبيعة الحال يمكن لكم تعملوا مع قطع اللحم، قطع الدجاج او قطع القديد، تتبقى على حسب الذوق. كنشكركم حبيباتي للمشاهده، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.